السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن الهيدروليك سيكشن، مجمع لكل حاجة ليها علاقة بالمادة أو بجزئية الهيدروليك. أول حاجة عايزين نعرفها هو أنا بستخدم أو الهيدروليك تكنولوجي ده بعمل بيه إيه. هو عبارة عن إن أنا بعمل ترانسميت وكنترول لفورسز وفيلوسيتي بترانسميتنج وكنترولنج بريشر اند فلو. يعني انا ببقى عايزه انقل بريشر او احرك فلو من مكان لمكان عشان اعمل فانكشن معينه، فبستخدم الهيدروليك تكنولوجي. طيب تعالوا نبدا نبص واحده واحده على اجزاء الهيدروليك سيركت، ونبدا واحده واحده نعرف ايه هي المكونات وايه اللي محتاجين نفهمه عشان نعرف نقرا دايره بشكل مظبوط، ونعرف نقدر نحدد هو ايه هو الغرض المطلوب من الدايره دي. اول حاجه هنتكلم عنها الالمنت اوف الهيدروليك سيركت. ايه الاجزاء بتاعه الهيدروليك سيركت؟ اول حاجه عندي الباور الانبوت. الباور الانبوت بتاعي اللي هو داخل اصلا للسيركت بيبقى عندي مثلا الكتريك موتور. الالكتريك موتور ده داخل له الكتريك باور، بيطلع لي ميكانيكال باور، بيطلع لي ميكانيكال باور تقدر تحرك لي بقيه الدايره. طيب لو كان الانبوت بتاعه الكتريك باور فبيبقى في في ار، الاوتبوت بتاعي ميكانيكال باور بيبقى تورك في اوميجا او اف في. طيب الاشكال بتاعه الهيدروليك موتور، الاشكال بتاعه الهيدروليك موتور بتكون بالشكل ده. خد بالك قوي من السامبلز ومن شكل المثلث ده، وهل هو فاضي ولا متظلل جامد. شكل المثلث بالوضع ده فده يوني دايركشنال فيكسد ديسبيسمنت موتور، بالوضع ده يوني دايركشنال فاريبل ديسبيسمنت، بالوضع ده هو باي دايركشنال فيكسد ديسبيسمنت، هنا ده باي دايركشنال فاريبل ديسبيسمنت. طبعا مفهوم كل واحد والتفاصيل بتاعته كل ده طبعا موجود في المحاضره واتشرح باستفاضه. انا غرضي ان انا الم لكم بس الدنيا. فده كده مثلا ده الهيدروليك موتورز السامبلز بتاعتي. طيب تاني حاجه معانا من الباور الانبوت عندي بوزيتيف ديسبيسمنت بامب. بامب دي بيدخل لها الميكانيكال باور اللي بتبقى خارجه من الموتور بتدخل لها وبتطلع لي هيدروليك باور. فالميكانيكال باور تورك في اوميجا تطلع لي هيدروليك باور بي في كيو، البريشر في الكيو اللي هو الفلو. طيب تعالوا نشوف السامبل بتاع البامب. السامبل بتاع البامب شبه الموتور، بس الفرق في المثلث. بص الشكل، اتجاه المثلث ده عامل ازاي واتجاه المثلث ده عامل ازاي، العكس. فلازم تفرق قوي بينهم وتعرف انت بترسم انهي او اللي موجوده لك في الدايره انهي. طيب لو المثلث ده كان متظلل خالص يبقى انا فاهمه ان انا الدايره بتاعتي هيدروليك. طب لو كان المثلث مش متظلل يبقى انا كده شغاله نيوماتيك. ايه الفرق؟ هيدروليك يعني انا شغاله بفلويد، شغاله باويل مثلا، انما نيوماتيك يعني انا شغاله باير. طيب برضو السامبل بتاعه البامب الاتجاه ده برضو ده الانبوت وده الاوتبوت بتاعي، يا اما يوني دايركشنال فيكسد ديسبيسمنت، يا اما يوني دايركشنال فاريبل ديسبيسمنت، او يوني دايركشنال فاريبل ديسبيسمنت بريشر كومبنسيتنج، وهنا باي دايركشنال فيكسد باي دايركشن فيكسد ديسبيسمنت. طيب في معلومه هنا بقول ان البامب مش بتديني بريشر، البامب بتديني فلو ريت. البامب ما بتدينيش بريشر، هي بتديني فلو ريت، بتديني كيو. طيب انواع الهيدروليك بامب زي ما قلناها عندي بوستيف ديسبيسمنت بامب، وهو ده اللي احنا بنستخدمه. بتقسم بقى لكذا نوع، في جير بامب، روتر بامب، سكرو، فان. اشكالهم والتفاصيل بتاعتهم كلها موجوده في المحاضره، احنا يهمنا نفهم الدوائر وبس. الديناميك بامب ده طبعا مش عليه. طيب تاني حاجه عايزين نتكلم عنها الباور الاوتبوت. احنا اللي قلناها الموتور والبامب هي كانت الباور الانبوت. طب الباور الاوتبوت ده، الباور الاوتبوت ده بتاعي ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون لود انا عايز ارفعه، ممكن يكون اكتويتور يعني حاجه في الدايره مثلا انا عايز احركها. يعني زي مثلا الاكتويتور ده زي سلندر، زي هيدروليك موتور. هيدروليك موتور مثلا عايز اعكس اتجاهها، سلندر عايزها اتجاه حركتها ده استفاد منه في ان يعمل بيه فانكشن معينه.
ده الاكتويتر. الاكتويتر بتاعي بيدخل له هيدروليك باور اللي هي البي في كيو اللي جايه له من البامب، بيطلع منه ميكانيكال باور تورك في اوميجا. ميكانيكال باور بتحرك لي الجزء اللي انا عايزاه، يا اما تحرك لي سلندر يا اما تحرك لي مثلا هيدروليك موتور تعكس لي اتجاهه مثلا. طيب اول حاجه هنتكلم عنها الهيدروليك سلندر. الهيدروليك سلندر السامبلز بتاعتي عندي دبل اكتنج، ده شكلها، ده البي اللي انا بقول ان هو جاي من البمب، ده التي اللي هو راجع للتانك، وهنا بيبقى فيه الاويل. وتبدا ديت عباره عن رد مثلا، لما الفلويد يدخل من هنا يبدا يزق الرد ده الناحيه دي، طب لما الفلويد يدخل من الناحيه دي يبدا يزق الرد الناحيه الثانيه، فاستفدت من الحركه دي في اني اعمل فانكشن ثاني. ده ديفرنشال رد، ده سبرينج اكتنج ان في سبرينج بيرجع لي الحركه ثاني. في سلندريكال ويسكوشن، وفي دبل رود. الاتجاه زي ما قلنا اتجاه ان هو بيتحرك الناحيه دي، ده اكستندد، لو هو راجع ده ريتراكت. طيب طبعا كل الحاجات دي وتفاصيلها وشرحها واجزائها والكلام ده موجود في المحاضره واتشرح. طيب تالت حاجه الكنترول سيجمنت. ايه الكنترول سيجمنت؟ في اجزاء كده ببدا اعمل بيها كنترول للكنترول للدايره. زي ايه؟ زي فلو كنترول فولف. فلو كنترول فولف، الفلو كنترول فولف ده عباره عن اورفيس او نوزل بتعدي لي الفلو من الضغط العالي للضغط المنخفض. لو على اعتبار ان بي واحد ده ضغط عالي وبي اتنين ضغط منخفض، ده بتعدي لي الفلو كانها ايه؟ اورفيس نوزل كده بتعدي لي الفلو. بس السيمبل بتاعها ده شكلها فلو كنترول فولف. لو حطيت عليها سهم فهيبقى فاريبل نوزل، فاريبل فلو كنترول فولف. ايوه بالي. ايه الغرض منه؟ بيتحكم لي في كميه الزيت الداخله للسلندر واللي راجعه للتانك، بيتحكم لي في كميه الزيت اللي بتتحرك عنه، كميه الاويل اللي داخله السلندر واللي طالعه واللي راجعه للتانك. بستخدمها في الايه؟ في الميتر ان والميتر اوت. زي ايه؟ تعال نشوف كده. الميتر ان دايره بسيطه زي ده، ولسه احنا بنقول السامبلز واحده واحده. لو انا عندي الفلو جاي من هنا طالع جاي لي من البمب اهو، ابتدى يمشي واحده واحده، هيجي يطلع هنا هيلاقي هنا سد، ده ما بيعديش، بيعدي في الاتجاه التاني، فهيضطر يمشي من هنا، مشى من هنا فهيطلع. فوجود الفالف ده اللي اسمه فلو كنترول فالف، وجود الفالف ده الفلو كنترول فولف عدالي الفلويد بس بكميه معينه، الكميه اللي محتاجاها السلندر. طيب عدالي الفلو، ابتدى الرد يتحرك، فابتدى يطلع الفلويد الزياده، يطلع من بي، طلع من البي راح راجع على التانك. في البوسيجن الثاني ان هو هيتحرك الناحيه دي، يجي كده يجي هنا، يجي ينزل من هنا يلاقي في مسار فيعدي ويروح ماشي، ما يضطرش يعدي من على الفالف. ليه؟ البريشر بتاعته على حسب البريشر يخليه يعدي بالناحيه دي ما يعديش منها. طب الميتر اوت نفس الكلام، طالع لي من البامب، فضل ماشي راح للسلندر، السلندر ابتدى زياده الفلويد حركت لي الرد، الفلويد الزياده هيرجع من البي، يجي يعدي من هنا هيلاقي مفيش مصور فيعدي من هنا، فده يتحكمني في كميه الاويل اللي راجعه اهي للتانك. تمام كده؟ لو كنت هنا متر ان، يبقى ده سلو فيد اكستند وكويك ريتراكت. السلو فيد اكستند وهو رايح بيروح بسرعه، وهو راجع يرجع، وهو رايح بيروح بالراحه، وهو راجع بيرجع بسرعه. هنا سلو فيد اكستراكت بس كويك ريتراكت، والراجع راجع بسرعه. طيب تعالوا نشوف الكومبوننت اللي عندي. الكومبوننت اللي بتكون موجوده عندي بيبقى عندي اساسي فيه بامب، فيه الكتريك موتور، فيه تانك، فيه اكتويتر قلنا زي السلندر مثلا، فيه كنترول، كنترول اليمنت، كنترول اليمنت زي الفالف، فيه كونكتور. الكونكتور دي ممكن تكون بايب او هوز. فيه اكسسوارز، اكسسوارز دي زي الفلتر، زي كولر، زي اكيوميليتور. تعالوا نشوف الاكسسوري. الفلتر ده بينقي الاويل او بينقي الفلويد اللي طالع لي من التانك عشان لما يدخل على البمب ما يبوظهاش. الغرض من ان انا اضيف الحاجات دي لو مش موجوده في الدايره خلاص عادي، الدايره هتشتغل مش هتقول لا، لكن وجود الاكسسوارز دي في الدايره بيحسن لي ادائها. طيب تعالوا نشوف الاكيوميليتور.
الاكيوميليتور ده عندي كذا نوع، عندي هيدرو نيوماتيك اكيوميليتور ده شكله، عندي سبرينج لودد، عندي ويتد لودد. طيب تعالوا نبص كده على الدايره زي دي مثلا، ادي اللي طالع من التانك رايح على البامب، عدى على التشيك فالف، ابتدى يعدي ومشى في الاتجاه ده. طب الاكيوميليتور بقى ابتدى الاكيوميليتور ده يشتغل امتى؟ الاكيوميليتور ده سبرينج اكيوميليتور عنده هاي بريشر فلو، هاي بريشر فلو بيشتغل امتى؟ بيشتغل هو جواه الفلويد مضغوط، الريستور اويل بريشر، يعني جواه سائل مضغوط. لو الزيت ده مش مضغوط يبقى هيرجع للتانك، يبقى هيرد في التانك، فلازم يبقى هنا ايه الزيت مضغوط. ايه اللي هيحصل لما الضغط هنا يقل؟ لما الضغط هنا يقل يبدا الاكيوميتور يشتغل، يضخ الفلويد بحيث ان هو يقدر يوصل للضغط اللي انا كنت عايزاه في الدايره. تمام. طيب لازم الاكيوميتور يكون بعد البمب مش قبل البمب. بص كده الدايره دي مينتيننج سيستم بريشر. بص ده التانك مثلا، بس هي مرسومه بالجنب، ده التانك وابتدى يطلع على الفلتر، ومن الفلتر رايح على البمب، البمب جاي لها الباور بتاعتها من الموتور. طيب فالبمب راحت مطلعه مطلعه الفلويد بتاعي، الفلويد بتاعي هيمشي هنا؟ لا، هنا لما يبقى الضغط عالي، الضغط هنا مش عالي في الطبيعي يعني في النورمال، فهيعدي على التشيك فالف، فالطريق ده شغال فهيعدي ماشي تمام زي ما هو، والضغط عالي زي ما انا، فالاكيوميتر مش هيشتغل، مش هيطلع لي حاجه. يبدا يمشي، عدى كده على الدايركشنال كنترول فالف، هيبدا يعدي يدخل على السلندر من عند ايه، يبدا يحرك الرود، يبدا يحرك الرود، فالضغط يزيد عند بي، يرجع الفلويد، فالفلويد يبدا يرجع يروح على التانك. طب امتى الجا للاكيوميتر؟ لما الضغط اللي ماشي هنا يبدا يقل، يبقى انا ساعتها الاقي الاكيوميتر يشتغل ويروح ايه محرك لي ممشي لي الدايره. تمام. طيب طيب لو حصل اي دروب، اهو زي ما قلت لو حصل اي دروب في الدايره، هيبدا الاكيوميتر يفضي اللي متخزن جواه اللي هو الفلويد الايه المضغوط. طيب ده مثال يعني. طيب في حاجه كمان نبدا نشوف ديفلوبينج السيستم فلو، على ابدا بقى اطور السيستم فلو. ادي التانك وحطيت الفلتر وطلعت على الفلويد على البامب، جايه لي الباور بتاعتها من الموتور، من الموتور رحت ماشيه، الضغط لسه الضغط مظبوط مش عالي، فرحت ماشيه على التشيك فالف، ومن التشيك فالف مشيت جيت على الدايركشنال كنترول فالف، حركت مثلا بيبقى هنا في هاند، فابدا احرك مثلا على الوضع ده، فيبدا ينزل يدخل على السلندر، يبدا تتحرك، فالضغط عند بي يزيد، فمن بي اروح راجعه بالطريقه دي وانا ماشيه في الاتجاه ده، فيروح راجع على التانك. ده وجود الاكيوميتر. امتى اسلك المسار ده؟ لما الضغط هنا يبقى زياده قوي لدرجه ان الدايره ما تستحملوش، فيبدا يدخل هنا، فيبدا الريليف فالف يبدا يتحرك يبقى هنا، فيروح راجع للتانك، فيرجع الفلويد الزياده يرجعه للتانك. فاهمني؟ طيب الاكيوميتر يشتغل امتى؟ لما الضغط هنا يبقى قليل قوي، يبدا هو يضخ اويل بحيث ان هو يعادل لي الدايره فتتحرك بشكل طبيعي. ده تعال نشوف بقى مثال كمان. بص ده ابزوربنج تشوك، مثال مثلا اللي هم المساعدين بتوع العربيه، ده مثلا التانك، طبعا انا رسمها بالجنب، المفروض انتوا طبعا بترسموها عادي، انا بس عشان ايه انتم بترسموها عادي طبعا مفيش حاجه. طيب فده التانك، طلعت على الفلتر، من الفلتر رحت للبامب وعندي الموتور، ومشيت على التشيك فالف، الطريق ده شغال، مشيت نفس الكلام، ابتدى يعدي، لو انا اشتغلت على دي ابتدى يعدي هيروح للسلندر، لما الضغط اللي رايح للسلندر يقل ساعتها الاكيوميتر يشتغل ويديني ضغط زياده. طيب المهم هيبدا يرجع هنا، لو هنا الضغط هنا برضو قليل يبدا ايه الاكيوميتر يديني يرجع نفس الكلام، وانا راجع من الناحيه دي راجع على التانية. تمام كده ده كلوز ذا سنتر. طيب ماشي ده الوضع اهو. بص لما هو نازل كده ده الوضع اللي هو ده الاوت، هو طالع ده راجع، ده الوضع الايه الاكس اللي هو كروز ده. تمام. طيب هو في احنا هنتكلم طبعا عن الفولفات دي باستفاضه دلوقتي. طيب تعال بقى ندخل بقى في الفولف اهو. الفولفز دي
هي تعتبر كنترول اليمنت، بتعمل كنترول للفلو والبريشر والدايركشن. دي الفولف، هي كنترول اليمنت. شبه ايه الفولف ده؟ عباره عن ايه؟ شبه المحبس بتاع الميه الحنفيه. لو اتكيت على الزرار تنزل ميه، لو قفلت الزرار ما تنزلش ميه. هو ده الغرض من الفولف، عباره عن كانه مفتاح، يا يعدي يا ما يعديش. يبقى بعمل بيه كنترول للفلو وللبريشر والدايركشن. اول نوع عندي اللي تشيك فالف، وده اشهرهم، ويهمني طبعا انكم تعرفوا ترسموا الرموز دي، السامبلز دي مهمه جدا، لازم تعرف ترسمها. اللي تشيك فالف ده بيكون فلو و ده نون ريتيرن فالف. ده اللي تشيك فالف، ادي الانبوت بتاعه داخل كده، هو بيمشي في الاتجاه ده، ما يمشيش في الاتجاه ده، يمشي في اتجاه واحد، اتجاه محور الزيت اهي، اتجاه مرور الزيت اهو، في اتجاه واحد بس، ده نون ريتيرن فالف، ده اسميه تشيك فالف. طيب في كمان عندي بايلوت اوبريتور تشيك فالف. بايلوت اوبريتور تشيك فالف ممكن يبقى من الناحيه دي، ادي دوت البايلوت. بقول ايه؟ انا عندي ده اتجاه الاويل اهو، ماشي في الاتجاه ده. من ايه رايح لبيه؟ البايلوت ده بيعمل لي ايه؟ بيفتح لي الصمام ده تحت تأثير ضغط الراجع من السلندر، تحت تأثير الضغط الراجع من السلندر، فيسمح لي بمرور الزيت من بي لإيه. ده اسمه بايلوت اوبريتور تشيك فالف. بيعمل ايه؟ النقط دي، هي دي البايلوت. ايه اللي بيحصل؟ لما الضغط يبقى زايد قوي هنا من عند بي، الراجع من عند بي ده زايد قوي، يبدأ البايلوت ده يشتغل. يعمل ايه؟ ده صمام، ده كأنه الهاند اللي هي قافله لي الفتحه دي، ما تعديش في الليفل. طيب فيبدا البايلوت ده يحرك لي الصمام ده، يرجعه لورا، يرجعه لورا، فالفلويد يعدي بسرعه، فالفلويد يعدي في الاتجاه العكسي، فيسمح لي بمرور الزيت من اي لبي. نسبه الفتح للاسطوانه، ده الاوبننج ريشيو، مثلا عندي من ثلث لواحد على 10، بغض النظر عن الارقام دي. فهمت ده البايلوت؟ البايلوت ممكن يبقى من هنا، والبايلوت ممكن يبقى من الناحيه الثانيه، زي ما موجود في الايه؟ في المحاضره. طيب تعالوا نشوف دايره زي دي. بصي هنا انا مطلعه دي البدايه بتاعتي، من هنا ادي جاي لي من البمب، ابتدى يعدي في الوضع ده مثلا، فعديت زي ما انا، دخل عندي ايه؟ المسار ده شغال، فابتدى يعدي كده، دخل على السلندر، حرك السلندر، فالزايد راح راجع على التانك. طيب لما الضغط بقى هنا يبقى زياده قوي، الضغط هنا بيزيد، تعال نعمل الوضع اللي هو الايه؟ الوضع العكس. ده الوضع ده. ده نعمل الوضع الكروس ده. الوضع الكروس ان يعني انت بتحرك دولت تجيبهم هنا. فاهمني؟ يعني انت كانك بتحرك الوضع ده، بتشيله وبتحطه هنا، بحرك ده ازاي؟ بالهاند دي. هنقولها كمان شويه. فالمهم يعني دلوقتي من البمب، الفلويد من البمب هيتحرك كده. هيتحرك كده يعني هيجي كده. هيجي كده يعني هيطلع من هنا. هيمشي كده فيبدا يزق السلندر لفوق، زق السلندر، فالزايد هيرجع، يجي يرجع هنا يلاقي مفيش ايه، مفيش مسار يعدي منه. فايه اللي يحصل؟ الضغط هنا يزيد قوي. ليه؟ انا عماله بزق ومفيش حاجه بترجع، فالضغط يزيد قوي. لما الضغط يزيد قوي هنا يعمل ايه؟ يروح زق الصمام ده، يرجعه لورا، فيروح الفلويد معدي بسرعه من هنا ويروح راجع، يرجع فين؟ يرجع كده، يرجع على التانك اهو، يبدا يرجع على التانك. فهمت الفكرة؟ طيب استخداماتها بقى، كاسيفتي بستخدمه، اللي تشيك فالف ده بستخدمه كاسيفتي، بحيث ان انا اسمح بمرور في اتجاه وما اسمحش في اتجاه. دائما بيتحط بعد البمب، هو دايما بحطه بعد البمب، انا دايما بحط اللي تشيك فالف ده بعد البمب، عشان اضمن ان مفيش حاجة ترد لي في البمب فتبوظ. التشيك فالف ده هو اللي ايه؟ هو اللي يحميني ان انا اعدي في اتجاه واحد. طيب وبستخدمه كباي باس. باي باس يوجد، بيتحط مثلا مع النوزل سيكونس. طيب سسبندنج الود ات اني بوسيجن، هبدا اعمل سسبندنج للود عند اي بوسيجن. ايه اللي بيحصل؟ بس الدايره ديت مثلا عباره عن ايه؟ ادي ده هنا مثلا، دولت الوضعين بتوع الدايركشن كنترول اللي انا لسه هقوله. اول وضع اهو، ادي من البمب رحت مطلعه ماشيه كده، ده بايلوت ده اسمه بايلوت اوبريتور تشيك فالف. طيب فطلعت من هنا، ابتدت تتحرك هنا، المسار شغال، فرحت عدي على تشيك فالف الاولاني، وابتدى يعدي واشتغل واتحرك، ابتدى يحرك اللود، فابتدى هنا يرجع، يجي يرجع هنا يلاقي الضغط زايد قوي،
يجي يرجع هنا يلاقي مفيش مسار اصلا، فالضغط يبدأ يزيد الناحية التانية. لما الضغط يزيد الناحية التانية يبقى الضغط هنا ساعتها هيبقى زايد قوي. ليه؟ عشان هو بيحاول هنا بقى بزق وعايز ارجع فما بيرجعش، فالضغط هنا يزيد. لما الضغط هنا يزيد قوي يروح عامل ايه؟ يروح فاتح لي الصمام ده، فتح لي الصمام يروح الفلويد معدي بسرعة وتراجع على التانك. الاكستند ده في الاكستند ان البي واحد، ان البريشر عند واحد اكبر من البريشر عند اثنين. فانا بقى انا عامله لك بالاحمر ده بقول لك البريشر عند واحد اكبر، فبالتالي البي اكس هتبقى كبيره جدا، فبالتالي البي اكس هتبقى كبيره جدا وفي ما فيش راجع. فلما البي اكس تبقى كبيره تفتح لي البايلوت ده يروح فاتح لي الصمام فيعدي الفلويد. فبفتح الصمام عند الاتشاكتور. طيب تعالى بقى في الريتراكت. في الريتراكت الوضع ده، ادي الباور البمب هتضخ في الاتجاه ده، هتضخ كده فتروح طالع تمام تمام هتعدي، هتيجي من هنا وتروح زقه، هتروح زقه الرد، زقه الرد بتاع السلندر يجي يرجع، هلاقي مفيش تعديه مفيش رجوع. اللي يحصل الضغط هنا هيبقى زائد جدا، الضغط عند واي يبقى زائد جدا. لما الضغط عند واي يبقى زائد البايلوت، ما هو ده بايلوت، البايلوت ده يروح فاتح لي الصمام، فاتح الصمام يروح معدي الفلويد، عدى الفلويد يروح راجع التانك. ده في التراك اهو، البريشر عند اثنين ساعتها يبقى اكبر من واحد، فبالتالي هيفتح التشيك فالف عند واحد. فهمتوني كده الفكره؟ دي الطريقه اللي انا بقرا بيها، اللي انا بقرا بيها الدايره. طيب تعالى نشوف كده البريشر كنترول فالف. البريشر كنترول فالف ده، البريشر كنترول فالف ده نورمالي اوبن، ده اسمه بريشر كنترول فالف. الوضع بتاعه مثلا نورمالي اوبن، ده بريشر ريديوسنج فالف. انا بسميه بريشر ريديوسنج فالف. ايه اللي بيحصل؟ بص كده، ادي ده الانبوت بتاعي داخل من هنا، يجي يدخل هنا هيلاقي مفيش مسار، مفيش ان هو يعدي من هنا، هيعدي من هنا، يبدا يعدي من هنا ويرجع. ده تو السلندر هنا رايح بقى ايه، رايح على السلندر يطلع على الاوت. طيب لو الضغط زاد، لو الضغط بقى عند الاوتبوت بقى زاد، انبوت زاد، يبعت الزيت للصمام ويعمل على غلط، المفروض ان هو يرجع كده، ده باي باس فلتر بيعدي في الدنيا ده بس. لا هنا رايح للسلندر. طب لو راجع من السلندر، طب لو راجع من السلندر كان عالي، يعني البي الاوت بوت عاليه، لو البي الاوت بوت عاليه الفول يبقى ابدا اقفل الفول. ليه؟ لو الضغط عالي هنا، لو الضغط عالي هنا جاي يرجع هنا، هنا مفيش راجع، فيبدا يقفل، فيقفل المسار ده، فالصمام ده هيتحرك مثل السبرينج ده، هيخلي الصمام ده، هيخلي المسار ده يطلع لفوق ينزل لتحت السهم ده، فكان الدايره اتفتحت، كان المفتاح اتفتح، فما يعديش في الاتجاه ده، يعدي في الاتجاه العكس. طبعا بوز ده بريشر ريدوسنج فالف. طيب في ده وضعه ان انا بقول نورمالي اوبن، لان هو ده الوضع الطبيعي نورمالي اوبن. في بقى واحد تاني نورمالي كلوزد. النورمالي كلوزد دايما مقفول الا لو الضغط زاد في الانبوت، الا لو الضغط ايه، لو الضغط زاد في الانبوت، لو الضغط زاد في الانبوت تبدا السبرينج يحركه يجيبوا الوضع ده، فيبدا يتحرك يعدي الزيت من الانبوت للاوتبوت ويفتح لي الصمام لمرور الزيت. طيب يا البي انبوت هنا هي اللي كبيره فالفولف بيفتح، ده وان واي فولف. طب في كمان عندي ريليف فولف. بص الريليف فولف، خدوا بالكم قوي من الرسومات، بص الريليف فولف ده الوضع بتاعه، يبدا يدخل من هنا فيلاقي مفيش مسار فما يعديش، لما الضغط يزيد يبدا السبرينج يتحرك، فالمسار ده، فالسهم ده يطلع لفوق، فتبدا الفلويد يعدي يروح للتانك. لما يبقى ده اللي هو البريشر كنترول فالف. فهو يا اما وضعه يا اما يكون نورمالي اوبن، يا اما يكون نورمالي كلوز. اول نوع فيه قلنا الريليف فالف، ثاني نوع انلودد فالف. الانلودد فالف ده عباره عن ايه؟ اهو برضه نفس الكلام، ادي الانبوت وادي الاوتبوت للتانك. لما يبدا البريشر يزيد يبدا يخلي الفلويد يعدي. في ايه كمان؟ في عندي سيكونس فالف، كمان عندي سيكونس فالف باي باس. عندي اتنين سلندر مثلا بيشتغلوا واحده بعد التانيه، سيكونس فالف واحده بعد التانيه، فده يقول لك رايح للدرين مثلا اهو، ده سيكونس فالف يتحرك بالمنظر ده، اللي هتشتغل واحده بعد التانيه. في كمان عندي كنترول بالانس فالف، بستخدمه مع الفيرتيكال سلندر. كنترول بالانس فالف بستخدمه مع الفيرتيكال سلندر، ده بيودي للدايركشنال كنترول فالف. كل دي اشكالهم وليهم استخداماتهم، الحاجه دي موجوده في المحاضره. طيب في كمان عندي البريك فالف، بستخدمه مع الهيدروليك موتور. ده البريك فالف بستخدمه مع الايه، الهيدروليك موتور.
ادي برضو شكله، وادي الاتجاه بتاعه ان هو ليه بايلوت والكلام ده رايح للدايركشن كنترول روم. اكزامبل بقى على الهيدروليك موتور مثلا، الهيدروليك موتور هنا الموتور ده هو يعتبر عندي الاكتويتور اللي انا عايزه احركه، فاهمني؟ طيب ايه اللي حاصل؟ ان انا مثلا جاي لي هنا من هنا جاي لي مثلا من البمب، ابتديت الف زيادة في اتجاه الراجع، يرجع من هنا، فهيرجع من هنا، ده نورمالي كلوز، ده نورمالي كلوز. ايه اللي هيحصل لما الضغط يزيد قوي؟ لما الضغط عند واحد، الضغط عند واحد عايز يزيد قوي، لما الضغط عند واحد يزيد قوي الفولف يفتح، الضغط عند واحد هيزيد قوي فيبدا يحرك البايلوت، يحرك لي السهم يحطه لي هنا فيعدي التانك. طب انما لما البي 2 هي اللي تبقى اكبر، لا الفولف كلوز، لما البي 2 هي اللي اكبر مفيش حاجه تغير لي البايلوت تخليه يبقى مقفول، تخليه يفتح لي المسار. تمام. طيب في ايه كمان؟ السيكونس سيركت دي وان دايركشنال كنترول فالف فور مور ذان وان سلندر، بستخدمه لو انا عايز احط كذا دايركشنال كنترول فالف لاكتر من سلندر. بص مثلا الشكل ده، لو انا مثلا عندي كلامب ده، بص على الدايره من اولها، بص ايه اللي بيحصل. ادي دايره، دي دايره كامله، تعالوا نقراها كده واحده واحده عشان نشوف احنا هنكتبها ازاي. ادي التانك طلع لي على البمب، البمب شغاله بالكتريك موتور، طب اشتغل، وصلت لهنا، هتيجي تخش هنا هتلاقي مفيش مسار، هترجع تاني عشان انا بالنورمال، بالضغط النورمال بتاعي هبدا اجي هنا. ده هي ده دايركشنال كنترول فالف، دي اربع، دي اربع اتجاهات واثنين، دي اربع. طيب ده الوضع الاكستند او الهند على الوضع ده، فده يعني فهيطلع من البمب، هيطلع من ال من الدايركشنال كنترول فالف، يبدأ يتحرك يروح عند بي، يجي هنا مفيش مسار فهيرجع تاني كمل زي ما انت، يبدأ يكمل يجي هنا مفيش مسار فهيجي كده يروح يكمل من هنا. ده ريديوسنج، ده اسمه ريديوسنج فالف، يبدأ ده نورمالي، ده نورمالي، نورمالي اوبن اهو، نورمالي اوبن شغال، يبدأ يعدي يروح لك، يروح للسلندر، السلندر تبدأ تحرك الرود ازاي، دي يرجع عند بي، يجي من عند بي، اجي ارجع هنا ملاقيش حاجة ارجع منها، ده اسمه سيكونس فالف. تمام. فمليش حاجه ارجع منها، هروح راجع من هنا، هلاقي هنا في مسار فاروح راجع، رجعت من هنا ابتديت ارجع، وصلت عند الواي، وصلت عند الواي، جزء هيروح هنا يرجع للتانك، الجزء التاني هيكمل، كمل معايا هيجي هنا، هبدا اطلع من هنا هلاقي فيه، هلاقي فيه مسار، هلاقي فيه مسار، ابتديت ارجع، ابتديت اتحرك، هاجي هنا اروح محركه الايه، اروح محركه ال، هيروح محرك الرد ده في الاتجاه ده، اتحرك في الاتجاه ده، تعالى على الراجع من الايه، رجعت من هنا حاجه، ارجع من هنا، هنا مفيش مسار بس هنا في مسار، هبدا ارجع كده، رجعت كده، رجعت على الاكس، من الاكس حاجه ارجع مش هلاقي في مسار، حاجه ارجع بقى من الاكس على هنا هلاقي، مش هلاقي في مسار، انا في الوضع ده مفيش مسار، فحاجه من الاكس فهيجي كده يروح راجع هنا، الضغط هنا هيزيد قوي، الضغط هيزيد هيخليه، هيخليه ايه، هيخليه يحرك للسيكونس فالف ده، يبدا يتحرك فيروح راجع من هنا، يروح راجع من هنا الفلويد، يرجع الفلويد يبدا يحرك، يبدا يحرك الرد، الرد بسميه مثلا هو دريل مثلا، بيعمل فانكشن دريل، فيبدا يتحرك هنا، يجي هنا ما يلاقيش مسار فيروح متحرك من عند النوزل اللي هو فلو كنترول فولف، ابتديت هيبتدي يتحرك كده، اتحرك كده هيجي جزء هيرجع على التانك، جزء تاني هيجي هنا، الجزء اللي هيتحرك هنا حاجه اطلع من هنا مش هلاقي فيه مسار، حاجه هنا الضغط هيزيد قوي، الضغط هيزيد قوي في البايلوت هيحرك السهم فيخليه هنا فيعديني، عديت الفلويد رحت عند بي، ابتديت احرك الرود يروح راجع من عند الايه، يروح طالع الفلويد من عند الايه، اجي اتحرك هنا هلاقي ده مسار واحد ما بيرجعش فاروح جايه من هنا فاروح راجع، هبدا ارجع، جزء هيروح هنا هيلاقيها، ما هيلاقيها فتحت، هيلاقيها مفتوحه مش هتعدي، هيروح ده راجع، يجي يرجع هنا مش هيلاقي في مسار يرجع فيه فيروح رايح هنا، الضغط يزيد، الضغط يزيد جامد فيروح ده متحرك، يروح عامل، تفضل ديت عباره عن ايه، عماله تلف و وهكذا لحد ما انت تتحرك في المسار الناحيه الثانيه فتعكس الاتجاه مثلا. تمام. يبدا لما الضغط، يوم ما الضغط يزيد قوي هنا تروح ده يروح الريليف فالف متحرك بالبايلوت بتاعه، يروح يخلي البايلوت يخليه يتحرك يروح راجع للتانك. فهمت؟ يعني انا كلامب واحد وبعدين دريل، وبعدين اريليز الدريل، وبعدين اريليز الكلام، وهكذا. فهمت كده؟ انا فهمت، فهمت الدايره بتعمل ايه او وظيفتها ايه، ده رايح جاي وهكذا. تمام. وان هو الوضع ده مثلا هو نورمالي، نورمالي، نورمالي اوبن فبيعدي، ده نورمالي كلوز فلازم لما الضغط يزيد البايلوت يحركه فيعدي. تمام.
ناخد بالنا قوي من الحاجات دي. تعالوا نشوف حاجه كمان، الدايركشن. تعالوا بقى نشوف بقى الدايركشن كنترول فالف اللي احنا عمالين نتكلم عليه ده. الدايركشن كنترول فالف يا اما يكون تو واي تو بوزيشن. بص، تو واي تو بوزيشن، تو واي تو بوزيشن يعني انا عندي طريقين، ادي واحد والتاني. تو بوزيشن ده اقصد وضعين، تو واي انا عندي ادي بي وادي ايه، ده تو واي. تو بوزيشن انا عندي وضعين، يا اما ده الوضع يا اما ده الوضع. وادي ايه؟ ده اكتويتور، ده اكتويتور دي كانها هاند، هاند بحركها، يا اما احركها لو هي لو ده الوضع النورمال بتاعها وده وضع الهاند يبقى ده الوضع النورمال. طب عايزه احركها على الوضع ده، هروح محركه الهاند فتتحرك للوضع ده. وادي السبرنج اللي بيعمل ريتيرن، مثلا ده هنا من البمب رايح للسلندر وهكذا، يبقى ده تو واي تو بوزيشن. طب 3 واي تو بوزيشن، بص ال 3 واي ان انا عندي 1 2 3 تو بوزيشن، انا ما عنديش الا الوضعين دول تمام كده، يا اما بورتك الاكتويتر هي اللي بحركها والسبرينج بيرجعني تاني من البمب رايح لايه او من الايه راجع للتانك تمام كده. ده تو سلندر. طيب يوز دوز السنجل اكتنج سلندر، بستخدمها مع السنجل اكتنج سلندر. طب 4 واي تو بوزيشن، ادي 4 واي عندي البي والتي والاي والبي وادي تو بوزيشن، هم وضعين بس فهمتوا، بستخدمها مع الدبل اكتنج سلندر. طيب 4 واي 3 بوزيشن، 4 واي 3 بوزيشن، ادي 4 واي، ادي اربع مخارج، اربع نقاط دخول او خروج، وعندي 3 بوزيشن، 3 اوضاع. وادي الاكتويتر يبدا يحرك لك من وضع للتاني، والسبرينج بيردك في النص، بيخليك في النص، بيرجع السبرينج يرجعك في النص. اكتويتر هيوديك هنا ويوديك هنا، والسبرينج يرجعك في النص. الديفولت بتاع الفولف انه دايما على الوضع اللي في النص، اهو الديفولت بتاعنا هو دايما على الوضع اللي في النص، بمعنى انه مش هيسمح بمرور الزيت الا لما اتحرك الليفر، لما اتحرك الليفر يعدي الزيت، يا اما يمشي بالاتجاه ده يا اما يمشي بالاتجاه العكس لما احرك الليفر. طيب تعالوا نشوف في ايه كمان، انواع السنتر بوسجن. بصي عندي كلوزد سنتر، اهو الكلوز ده كلوزد سنتر، ده ما فيش كلوب يعدي، بيستخدم في حاله بارلل، بارلل سيرك. لازم استخدم معاه ريليف فالف، لازم استخدم معاه ريليف فالف لضمان رجوع الزيت للتانك عشان اضمن ان الزيت هيرجع للتانك. في عندي تندم سنتر، بص تندم سنتر ده الوضع ده بستخدمه مع السيريس سيركت، بستخدمه في الحاله اللي بقوم بعمل في الحاله دي بعمل ريليف فالف فبيرجع لي الزيت للتانك على طول. طيب في عندي اوبن سيركت، دي اوبن سيركت دي افويد ال افويد الكافيتيشن، بتجنب الكافيتيشن، بستخدمه مع الفيرتيكال سلندر او الان لودد بامب لما السيستم يكون ريست. طيب لما السيستم يكون في حاله ريست. طيب هو عباره عن اوبن سيركت بتعمل على تفريغ البامب بالكامل من الزيت، بتفرغ البامب بالكامل من الزيت، وده لما بتكون السيستم في وضع سكون تمام. طيب في كمان عندي الفلوت، الفلوت موتور، الفلوت سنتر او الفلوت موتور سنتر، ده هيدروليك بستخدمه مع الهيدروليك موتور، بس بستخدمه مع الهيدروليك موتور اللي هو ايه بيبدا يعكس لي الاتجاه. طيب بتستخدمه ازاي مثلا؟ تو افويد الكافيتيشن، اشتغلنا على الكافيتيشن. بص ايه اللي هيحصل، الوضع ده يخلي ان البمب ما توصلش حاجه للتانك، يا اما بشتغل على الوضع ده يا اما بشتغل على الوضع ده، فيبدا يا اما الوضع ده يحرك لي الهيدروليك موتور في الاتجاه ده، يا اما الوضع ده يحرك لي في الاتجاه العكسي تمام. طيب في كمان عندي ريجينيريتيف سنتر، ريجينيريتيف سنتر بالوضع ده عكس الفلوت سنتر. بص الفلوت سنتر، الفلوت سنتر كان بالوضع ده الراجع، الاثنين الراجع يرجعوا على التانك بس ما فيش طالع. الريجينيريتيف سنتر لا عكسها، الطالع الاثنين البمب بتطلع على الاتجاهين، بيقوم بارجاع الزيت من السلندر لللاين بتاع البمب، بيرجع الزيت من السلندر لللاين بتاع البمب لتقليل عمل البمب ورفع كفاءتها، عشان اقلل عمل ما بخليش البمب تشتغل وتضخ على طول، فهو انا كده كده رجعت الزيت لهنا فابدا استخدمه تاني وارفع كفاءتها، فالفلو ريت يزيد الفلوستي تزيد. طيب بص كده زي هنا، ادي من البمب اهو لو انا بالوضع ده اهو تلاقي الراجع راجع، فريحت انا البمب شويه فهمتني، ده اللي استند. طيب عندي الريجنريتيف هابن وين، بيحصل امتى الريجنريتيف؟ لما الفلو ريت تزيد والفلوستي تزيد، بستخدمها في الكويك ريتيرن ميكانيزم، في الكويك ابروتش ميكانيزم، في الابروتشنج اونلي، في البريشرنج يوز انذر، في البريسنج باستخدام انذر بوسج. طب عندي ايه كمان؟ عندي ديسيليشن فالف، عندي كمان حاجه اسمها ديسيليشن فالف، ده ميكانيكال اكتويتر، ده كانها الهاند برضو اللي بتتحرك،
وادي الوضع بتاعه بيروح للدرين اللي هو التانك، التسريب للتانك. نفس فكرة حنفية المياه بالظبط كده، لو الدراع نزل لتحت هقفل الفالف هيتقفل وبيخنق الزيت، فكمية الزيت هتقل وبالتالي سرعة الزيت هتقل. طيب عندي الاكتويتر، الاكتويتر بصي عندي زي ما قلنا عندي هيدروليك بايلوت، ده البايلوت اوبريتور، دي البايلوت اوبريتور اللي هي بتحرك لي، مش انا في بيبقى فيه هنا في الريتيرن فالف في الدايركشن كنترول فالف بيبقى فيه هنا يا اما هاند يا اما اكتويتر تحركه. لو في السهم ده بقول لك ده هيدروليك بايلوت، يا اما اير بايلوت، يا اما سولونويد ده الكتريك اوبريتور، يا اما فاريبل سبرينج، يا اما بوش بوتن ده مانوالي اوبريتنج بوش بوتن، او الهاند ليفر او بيدل ليفر او ميكانيكالي اكتويتور. دي اوضاع اللي هو انا بحطها عشان احطها في الدايركشنال كنترول فالف عشان احركه من بوسيجن للتاني. طيب تعالوا نشوفوا بقى الهيدروليك بريس مثلا. الهيدروليك بريس اهم حاجه ان انا نفهم الفكره الهيدروليك بريس، اهم حاجه انك تفهمي الفكره ايه الغرض. بص الهيدروليك بريس ده بيعمل ايه؟ ده بريس مثلا ايه اللي بيحصل؟ لو انا هنا كويك ابروتش البريشر قليل والفلوستي عاليه والفلو عالي، فانا هيدروليك بريس ان انا عايز انزل بالبريس ده اضغط بيه على الورك بيس، فابدا ابدا اطلع الشكل مثلا اللي انا عايزاه. فهنا انا محتاجه للكيو، محتاجه للفلو، ومحتاجه للفلوستي. يبقى البريشر هنا عالي، فانا محتاجه ده هنا وانا بعمل فيه. طيب ده مثلا جاي لي هنا ده كويك ريتيرن، وادي ديت الورك بيس، يا اما كويك ابروتش الاكستندد بقى فيها كويك ابروتش وكاتنج، يعني الاكستند التمدد بتاع السلندر بيعمل حاجتين، بيعمل كويك ابروتش ان هو يوصل بسرعه وبعدها يعمل كاتنج، تمام كده. طيب الريتراكت يبقى ده في الاكستند، في الريتراكت كويك ريتيرن بترجع ان هو بيبقى راجعه بسرعه يعني ما بعملش حاجه. طب تعال نشوف السامبلز دي، ده البريشر اللي داخل وده انبوت وادي الاوتبوت، ادي شكل السلندر ممكن تبقى بالشكل ده وتشوفيه. طيب ما تهمنيش في حاجه قوي النقطه دي. طيب هنا بقى البريشر انتنستي، انتنستيفاي يا سوت، بص كده دي ايه اللي حاصل. بص تعال نجيب من اول الدايره، ايه اللي بيحصل؟ ادي من التانك طلع على الفلتر، نقطة الفلو طلع على البامب، من البامب راح رايح على الريتيرن الدايركشنال كنترول فان، هبدا احرك بالهندل عشان احركها للوضع ده، ده ريليز اكسند، يبقى هحرك بالهندل عشان احركها للوضع ده ايا كان، انا مش هتفرق، حركتها للوضع ده فيبدا هنا يتحرك كده. اتحركت كده هروح رايحه هلاقي عندي مسارين، المسار ده مش شغال، المسار ده شغال شغال، فعديت الفلويد، الفلويد عدى هيجي يعدي هنا مش هلاقي في مسار، هيجي يعدي هنا فحرك لي البريس، حرك لي السلندر، هيبدأ يحرك السلندر فيبدأ يقطع في الورك بيس. طيب الراجع أبدأ أرجع، هرجع من هنا، هرجع من هنا على المسار ده، هروح راجع على التانك أهو، على المسار ده هروح راجع على التانك، تعالى حركي على الناحية، تعالى حرك بقى على الناحية التانية، على الناحية دي، على الناحية دي هبدأ أطلع كده، هطلع كده أجي أطلع هنا هبدأ أحركه وأرجع، وأنا راجع هروح راجع هنا هلاقي مفيش مسار، هروح جاية راجعة هنا، هروح جاية راجعة هنا، يعني دوت مساره أساسا العكس مش عارف حاجة. هنا الضغط ايه اللي هيحصل؟ الضغط هنا هيزيد جدا، هيزيد جدا، يبدأ يحرك البايلوت يفتحها فيروح راجع، هيرجع من هنا يجي يرجع يروح راجع على التانك، تمام. ده اكستند وده ريتراكت، اللي حصل الاكستند عمل كويك ابروتش بكيو وهاي بريشر بتاع البريس، كوتش وهاي بريشر ان هو ابتدى يقطع لي الشكل اللي انا عايزاه، الريتراكت كويك ريتيرن راجع بسرعه. طيب تعالوا نشوفوا هيدروليك بريس سيركت، الهيدروليك بريس سيركت مثلا ويز ان انت شفت احنا جينا اتكلمنا على ده، ان انا كنت بقول لك ان انا هيدروليك بريس، ان انا هنا بقول لك ان انا ده ايه، اوضح لك. المهم عندي دبل بامب مثلا، دي الهيدروليك سيركت، يا اما ويز ان ويز ان انت انتل شفت، يا اما دبل بامب، يا اما بستخدم بري فيل سلندر، يا اما تو ميكانيكالي كونكتد سلندر. مثلا هنبدا نوضح
with انت شفت. تعال نشوف. اللي بيحصل ادي شكل البمب، شكل السلندر اللي بيحصل او شكل السيركل. ابتدت تدخل، هيروح للسلندر فتتحرك، فتبدأ تتحرك هنا، فتبدأ تنزل، فتحرك ده فتعمل البرس. تمام، ده بالسبرينج يروح راجع تاني، يرجع هنا آه، يرجع هنا هنا هنا، يروح راجع على التانك وهكذا. طيب تعال نشوف بالشكل ده نفس الكلام، ابتدى يحرك لي البرس ده، هنا بيحرك لي آه، ويبدأ يحرك لي البرس دي. طيب تعال نشوف هنا، ده دبل بامب هاي لو. لوك ذا، طيب تعال نشوف هنا صفحات، ثانية واحدة بس عشان اهي دي مثلا هيدروليك، الهيدروليك بريس اللي فيها تو بامب وبهاي آه ولو. هو طبعا آه هي مش معقدة، هي واحدة واحدة هتفهم، خلينا بس سامع. استخدام البريفيل أه، بص البريفيل اللي بيحصل، ادي الدايركشنال كنترول فالف، لو احنا خدنا الوضع ده هيبدأ يتحرك وهكذا، يتحرك هنا فيحرك، فيحرك دي يبدأ البريس ده يتحرك. نفس الكلام، هو جزء هيدخل هنا وجزء هيروح هنا فيبدأ ده كمان يتحرك، نفس الكلام جزء هيروح هنا فيبدأ ده يتحرك، فالثلاثة مع بعض يتحركوا، بريفيل يتحركوا فيحركوا لي البريس فيعمل الفانكشن المطلوبة منه. ميكانيكالي كونكتد برضو، ده شكل الايه الدايره بتاعت الميكانيكالي كونكت. طيب هيدروليك، الهيدروليك بريس قلنا في كلامبنج، في انت في البريس، بص شكلها تعال نشوفها كده من اولها. لو الدايره فيها فيد، بص بقى لو الدايره فيها فيد يعني الفيد والكلامب والانت والبريس نفس الدايره، ولكن هتزود الشكل ده. طب ما علينا، خلينا زي ما احنا. تعال بص هنا، ادي من التانك طلع على فلتر البمب، رحت مطلعه حركت على الوضع ده فابتدى يتحرك في هنا، حركت هنا جزء هيجي هنا مش هيلاقي مسار، جزء هيجي هنا مش هيلاقي مسار، فعلا مش هيلاقي، هو يطلع هنا هيجي هنا مش هيلاقي مسار فهيطلع كده، يبدا حرك لي البريس فعمل كلام، عمل كلام ورحت نازل، هيجي هنا مش هيلاقي مسار، هيجي هنا هيروح نازل، هيجي ينزل يروح رايح، يجي هنا عشان جزء هيرجع التانك وجزء هيكمل، الجزء اللي هيكمل هيبدا يحرك لي البريس ده، يطلعه لفوق، طلعته لفوق ابدا اتحرك هنا، هنا مفيش مسار فيبدا يتحرك هنا، حركت هنا اديتك فلويد فيبدا يرجع، جزء يروح للتانك وجزء هيكمل، يجي ينزل هنا مفيش، هنا هيلاقي في مسار يروح راجع كده، رجعت كده يجي كده، هنا مفيش مسار، هنا في مسار فيروح راجع كده، رجعت هنا ايه اللي هيحصل؟ مفيش بقى رجوع، هيرجع تاني هنا ويروح شغال وهكذا، تبدا تلف تمام كده. طيب الفورك ليفت، تعالى بص بقى على الفورك ليفت، الفورك ليفت دي مهمة مهمة جدا. طيب دي الفورك ليفت مثلا، تعالى نبدأ نشوف هي فكرتها ايه. الفورك ليفت طبعا ايه مهمة، بصي ادي من التانك طلع على الفلتر، من الفلتر طلع على البمب، من البمب عندي دايما بعد البمب بحط الريليف فالف، تمام، من البمب رحت طلع، طلعت على ثلاثة آه، تلاتة دايركشن كنترول فولف، ده مانيوالي ايه اكتويتر، ماشي هنبدأ نحرك التلاتة اكتويتر، ان انا هروح على الوضع ده، رايحة للوضع ده هبدأ اتحرك ان انا طالعة كده على الوضع ده، فانا هطلع كده، هطلع هروح آه كده، هروح كده، جزء هيروح هنا يحرك لي الباور، يحرك لي السلندر دي الناحية دي، فيبدأ الراجع يروح راجع لي كده، يا اما يرجع جزء هيروح كده جزء هيروح هنا، وبالظبط جزء ايه تاني هيروح هنا، وهنا دي ادجستبل سبان برضك، دي سلندر جزء يتحرك وهكذا، الغرض منها في الاخر ان انا اعمل ليفتنج البورت، ده الفورك ليفت ان انا اعمل ليفت، تمام. خدوا بالكم قوي من الاشكال دي وحاولوا فيها واحده واحده، هتلاقوا الموضوع سهل ما فيهوش حاجه. طيب كده انا اعتبر شرحت لكم فكرة يعني المبادئ بتاعة الهيدروليك، المبادئ بتاعة الهيدروليك سيركت. تعالوا بقى يعني تقدر دلوقتي لو قدامك أي دايرة تقدر تفسرها وتشرحها، لو قال لك اعمل دايرة
حتى لو دايره بسيطه، يعني مش هيطلب منك تعمل دايره معقده، بس دايره بسيطه ممكن منك تعمل دايره، فتلاقي نفسك فاهم انت هتعمل ايه، عارف مثلا ان انت هتانك بعديه فلتر بعديه بامب، بعد البامب لازم تحط ريليف فولف، بعد كده هيبقى فيه دايركشنال كنترول فولف، بعد كده في سلندر، فانت فاهم انت محتاج تعمل ايه، فاهم الستبس بتاعتي المكونات بتاعتي هتكون ايه. تمام. ده فايل فيه كميه هيدروليك سيركت مهوله، بس كلها تبدا تفهمها واحده واحده. انا هسيب لكم الفايل ده تبداوا تفهموه، تفهموا فكرته، تعرفوا تترجموا تعرفوا تترجموا الهيدروليك سيركت، تعرفوا تكتبوها زي ما في المحاضره بتلاقي الدكتور كاتب لك الاكسبلانيشن اللي هو عايزه، فهو تعرف تترجمها، نفس الكلام اللي احنا قلناه ده تحاول تقوله بالانجلش، تكتبه وتحاول تكتبه، فهو ده الامتحان بيبقى سهل جدا، وبيبقى من السلايدز، يعني دي تجميع الاشكال اللي في السلايدز كلها اللي هي الاشكال المهمه اللي كمان بتيجي في الامتحانات، فحاولوا فيهم كده واحده واحده، وهتلاقوا الموضوع بسيط وسهل، وانس ان انت عارف الرموز، عارف كل رمز بيعمل ايه، فخلاص كده انت هتعرف تفهم الدايره وهتعرف تحلها. ده 35 صفحه، فيه كميه طبعا زي ما قلت كميه سيركتس غير مهوله، يعني تستفاد منها لو قعدت حليتهم وفهمت الكونسبت، خلاص كده هيبقى الماده بالنسبه لك او الجزئيه دي بالنسبه لك خلاص بقت حاجه ايه بسيطه جدا، مش معضله، دي بقت تتحل كده، اللي هو بيبقى ده الجزء المضمون حتى في الامتحان. بالتوفيق ليكم، وانا معاكم في اي حاجه، لو في اي مشكله ابعتوا لي، انا معاكم دايما. شكرا.